نعم نعم بالتأكيد الرسائل التي استلمها السيدة العبادي من خلال اجتماع التحالف هي رسائل شديدة اللهجة، لأن البيان أكد ومن خلال أيضا المؤتمر الصحفي أن المجتمع الدولي المتمثل بالتحالف الدولي يدعو الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بسياساتها، وخاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وعملية الإبادة التي يتعرض لها السنة نتيجة السياسات التي يتبعها العبادي من خلال دعمه للميليشيات الطائفية التي استباحت العرض والأرض وكل شيء، ولم يكن هنالك للأسف أي بوادر إيجابية من قبل حكومة العبادي التي صدعت رؤوسنا عندما استلم الحكم بأنه سوف يقوم بسياسات جديدة تعيد اللحمة الوطنية. على العكس، نرى أن سياسات العبادي ومن خلال دعمه لزعماء المافيات وزعماء الميليشيات فيما يسمى بالحشد الطائفي هو الذي أدى إلى تدهور الوضع. بالأمس كنا نتحدث في حكومة المالكي الثانية عن سقوط وهزيمة الجيش العراقي في الموصل، واليوم نتحدث عن الرمادي، وغدا سوف نتحدث عن بغداد بالتأكيد إذا ما استمرت هذه السياسات الطائفية في النظام السياسي العراقي. دكتور محمد، لماذا نلقي باللوم على العبادي ونحن ندرك أكثر من ذي قبل بأنه العبادي يعني نفس المالكي، لكن على الأقل أنه المالكي كان يتحدث بقوة، العبادي هناك من يصفه بالجبان في اتخاذ القرار. هذا صحيح، العبادي ليس له تاريخ سياسي حقيقي. العبادي كان من الشخصيات التي لم تفصح عن هويتها إبان ما يسمى بالمعارضة العراقية، حتى نوري المالكي هؤلاء كانوا يتخفون بأسماء وهمية، وبعد أن اكتشفنا أو كشفنا أنياب المالكي في ولايتيه الأولى والثانية الجميع استبشر بالعبادي، ولكن أنا عند رأيي بأنكم لا تستعجلون أنياب العبادي، فإنه عندما يستمكن من الأمور فإنه سوف يكشر عن أنياب قد تكون أسوأ من أنياب المالكي في التعامل مع أطياف الشعب العراقي. الآن حتى نرى خلال الأسبوع الماضي أن هنالك نزاعات ما بين العبادي وما بين الأخوة الأكراد، وقبلها كان مع السنة كما هو معروف، وهي هذه السياسة مستمرة. إذن سيبقى العبادي حبيس المنطقة الخضراء وحبيس الأجندة التي تريد أن تنفذ سياساتها التوسعية في العراق على حساب عرب العراق وشعب العراق، وبالتأكيد هذه السياسة الدموية التي تتبعها المدرسة الإيرانية من خلال استخدام أدواتها المتمثلة سواء بسياسيين المنطقة الخضراء وعلى رأسهم العبادي، وأيضا من خلال زعماء الميليشيات والمجاميع الإرهابية التي تدعمها إيران لغرض تنفيذ هذه السياسة التوسعية. عندما يتغير موضوع الاجتماع من تقني إلى سياسي، على ماذا يدل ذلك غير الفشل؟ يدل على أن المجتمع الدولي والتحالف الدولي يعني لا يثق بسياسات العبادي أو وعوده. الرجل سبق وأن أعطى عدة وعود سواء للجانب الأمريكي أو حتى لشركائه فيما يسمى بالعملية السياسية، ولكن وحتى للأسف أي وعد من ذلك. على العكس، وجدنا أن هنالك صورة جديدة بوجه جديد يحاول العبادي أن يطغيه على سياساته التي هي استمرار للمدرسة المالكية في الإقصاء والتهميش، وما زاد الطين بلة أن العبادي أضاف إلى كل هذه المساوئ في إقصاء الشركاء السياسيين سواء الأكراد أو السنة من العملية السياسية. الآن العبادي يمارس سياسة تهميش الجيش العراقي ويعطاء زخم إلى الميليشيات الطائفية، الغاية منها هي الذهاب إلى تأسيس حرس ثوري عراقي مقارنة بالحرس الثوري الإيراني. نعم. وبعد كل ذلك سيكون القائد الفعلي للحرسين الإيراني والعراقي بالتأكيد هو الإرهابي قاسم سليماني. هذا ليس تفضل ولا مكرمة، هذا ما نص عليه الدستور العراقي. الدستور العراقي بالمادة 9 يمنع تشكيل ميليشيات.
حكومة العبادي وقبلها المالكي أتت بهذه الميليشيات الملطخة بدماء الشعب العراقي وذات التاريخ الدموي والتاريخ الأسود، ويحاولون أن يعطوها تكييفا قانونيا مخالفا للدستور. المادة 9 من الدستور تمنع تشكيل أي ميليشيات خارج المؤسسة الدستورية الوحيدة وهي الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية. الحرس الوطني أو ما سمي بحرس الإقليم كما ورد في الدستور العراقي، هذا لديه سند دستوري، فهو ليس متفضلا السيد العبادي أو غيره على إقليم كردستان أو على إقليم السنة إن شكل بتشكيل حرس وطني لهم. على العكس، وجدنا أن العبادي عندما زار الأنبار قبل أن تسقط بيد تنظيم داعش، وجدناه سلم أسلحة كلاشينكوف بدون مخازن، وهذه إشارة إلى أن هنالك أزمة ثقة ما بين تسليح العشائر أو تأسيس حرس وطني للسنة في العراق، لأن الحكومة المركزية ذات العقلية الطائفية وذات العقلية الانتقامية وذات العقلية التهميشية الإقصائية لا تريد أن تسلح العشائر السنية ولا تريد أن تمنح المناطق الغربية استقلالية في الدفاع عن نفسها من خلال دعمها بالسلاح. هنالك أزمة ثقة، العبادي ما زال يحمل هذه العقلية بأنه لا يستطيع أن يقدم السلاح أو الدعم إلى المحافظات الغربية، وكانت نتيجة ذلك وهذا الخطأ الاستراتيجي أن سقطت الرمادي بيد تنظيم داعش. إذن كما ذكرت أن لدينا إشكالية في النظام السياسي العراقي، لدينا إشكالية في الدستور العراقي أساسا، المكونات العراقية بينها أزمة ثقة، ما يسمى بمشروع المصالحة الوطنية سبق وإن فشل، وأعتقد بأن مؤشرات فشله للمرحلة القادمة ما زالت قائمة، وبالتالي التشكيلة الوزارية الضعيفة والتمثيل السني في سواء في البرلمان أو في الحكومة العراقية هو تمثيل شكلي وليس حقيقي. هنالك كما ذكرت سياسة طائفية ترغب بالتغيير الديموغرافي لكثير من المناطق العراقية. طيب. هي العبادي ومدرسة والمدرسة التي ينتمي إليها لا تؤمن باللحمة الوطنية العراقية، هي قدمت الهوية الطائفية والهوية المذهبية على حساب الهوية الوطنية التي أغلب سنة العراق يتمسكون بالهوية الوطنية ولا يهتمون بباقي التسميات. أولا، السنة في العراق هم ليسوا أقلية، هم يمثلون 60% من أطياف الشعب العراقي. هذه الإحصاءات الرسمية الدقيقة تدل على أن المحافظات الغربية والأخوة الأكراد هم كلهم سنة، وبالتالي إذا أردنا أن نتمسك بهذه التسميات المقيتة حقيقة، فمعروف حتى أن قرار الذي قدم للكونغرس الأمريكي قبل أسبوعين، الجميع يتذكر أمريكا نصت في ذلك القرار قبل أن تتراجع عنه بأنها ستسلح 60% من قيمة المبلغ إلى الأكراد والسنة العرب، فهذا إقرار بأن السنة هم الأغلبية. دعك من ما يقوله الإعلام أو ما يردده البعض، هذه حقيقة كلها يعني ليس لها اعتبار حقيقي. دعني أذكر بنقطة مهمة سيدي الفاضل. فضل. قبل أسبوع كان تصريح السيد الشيخ عبد الله وزير خارجية الإمارات واضحا وصريحا ويحمل رسائل عديدة بأن الإرهاب في المنطقة أساسه النظام السوري في دمشق والنظام العراقي في بغداد. هنا المشكلة، عندما شخص الشيخ عبد الله بأنه الإرهاب متمثل بهذين النظامين السياسيين، أنا أعتقد بأنه أصاب كبد الحقيقة. المشكلة أن القابعين في المنطقة الخضراء لا يريدون أن يقرون بذلك ويستخدمون تصريحات للاستهلاك اللحظي، كما وجدنا اليوم السيد العبادي يقف بين أعضاء التحالف الدولي ويردد العبارات الصماء التي صدع بها رؤوسنا من ناحية التمثيل ومن ناحية الدعم الوطني أو ما يسميه الحشد الوطني، وبأننا نقف في خندق واحد. هذا الكلام غير صحيح. العبادي يدرك بأنه أداة من أدوات إيران في العراق، وهو لا يعد أن يكون بيدق
على رقعة الشطرنج التي تمارسها السياسة الإيرانية. نعم. والمتمثلة من خلال دفع فيلق القدس الإرهابي والميليشيات والمجامع الإرهابية وتقديم الأسلحة. الآن هنالك تقارير تؤكد بأن الحشد الطائفي يمتلك أسلحة أكثر من الجيش العراقي، وهذا ما أنا سبق وأن أكدت في بداية مداخلتي أن هنالك هدف لتمييع وتدمير المؤسسة العسكرية العراقية. وإلا ماذا نفسر بالله عليكم؟ أن نودع القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بكل أركانها من الضباط والقيادات العسكرية الوطنية التي قاتلت إيران 8 سنوات، وعلى رأسهم السيد وزير الدفاع الفريق الركن سلطان ورئيس أركان الجيش، يودعون السجون ويؤتى بشخص هارب من الخدمة العسكرية يحمل رتبة نائب عريف يكون قائد الحشد الشعبي في العراق وهو الإرهابي هادي العامري. هذا هو هرب من الخدمة العسكرية، التحق بإيران وتدرب في معسكرات فيلق القدس الإرهابي وقاتل الجيش العراقي إبان الحرب العراقية الإيرانية. الآن يؤتى بهذا النائب عريف أو العريف لا أذكر حقيقة رتبته عندما هرب ويقود هذه الميليشيات. هذا دليل واضح على أن هنالك سياسة للانتقام من الجيش العراقي الذي جرع إيران، وعلى رأسها عمامة الشر في طهران الخميني السم الزعاف عندما انتصر العراق على إيران في الحرب 8 سنوات. يعني المؤشرات تدل على ذلك، خاصة بعد اجتماع القيادات العسكرية العربية لتشكيل القوة العربية المزمع تشكيلها في القريب العاجل. أعتقد أن هنالك متغيرات كثيرة ستحدث في الشرق الأوسط وفي المنطقة عموما، لأنها ستكون قوة رادعة للأطماع الإيرانية في المنطقة ولإيقاف هذا المخطط التوسعي على حساب العراق والمنطقة العربية. نعم، نحن نأمل حقيقة أن تكون هنالك كلمة سواء للدول العربية للتصدي لهذه الهجمة التي لا تريد أن تتوقف في بغداد أو في دمشق. هذا المخطط يريد أن يدمر المنطقة العربية والخليج العربي وأن يمدد أياديه الأخطبوطية على حساب الشعوب العربية. أنا أعتقد أن الدول العربية باتت في مرحلة تاريخية مهمة، عليها أن تدرك الخطر الإيراني، عليها أن تدرك المخاطر التوسعية لهذا المخطط، عليها أن تقف سدا منيعا من خلال دعم الشعب العراقي المتمثل بالوطنيين العراقيين المتمسكين بوحدة العراق والتزامه باعتباره جزء من الأمة العربية، وأيضا من خلال دعم القضية الأحوازية ومناضلي الأحواز الذين يعتبرون درعا حقيقيا لإيقاف التمدد الفارسي في المنطقة. شكرا لك دكتور محمد الشيخ مدير المركز الوطني للعدالة ضيفي من لندن. شكرا موصول